اختار والله اتس اوكي مثل ما بدي ما راح احط لكم علامات من هاي. اكثر موفي او مسلسل بتحبوا روان؟ اذا ما عرفت كذا بعرف حقت مسلسل خلصت. اوه لا different. اوه لا صح كلمة صح هي ما حق يعني هي بتعطيك اكتر جمعت هذا لسه جديد صح هيدا هلأ عم تحضري هذا عمر صح والله يعني هيدا كم سيزن هيدا أربعة كم حلقة كم زرنا كمان قبل أربعين هي صح كلمة بس انا عشان هلأ انا انه يعني عم بقع بحب المسلسل فانزيت هذاك شكلي طيب اخر سؤال لحتى اشوف اذا عن جد انتو very انتو identical بالنسبة لي خلاص اخر شيء شربته ريان قبل ما تجوا على الاستوديو قبل ما نجي ايه قبل ما تجوا لا ما شربت ماي شربت ماي قبل ما اجي ما شربت ماي قبل ما نجي شوف كنا ناخذ خلص مش مشكله اوكي التنين يعني اوكي هلا هي زعلت لانه كانوا لازم يكونوا كل الاجوبه مثل بعض اتس اوكي لا بس هو بس هي ما بتعرف ريان شب ميناك بالغرفه لا هي قصدي قبل ما نجي هون قبل ما توصلوا لهون قبل ما تجوا على الاستوديو اما نيجي على الاستوديو مش من انا بغرفه ميتنج لا قصدي على كل التلفزيون يعني معها يا خلاص باكل جاز مش كم مرة بتتخانقوا بنهار؟ مليون مرة كمان اوكي لا خلص بلا ما تكتبوا طيب مين بسأل لي حتينا التاني اول شيء مين هو اللي ببلش بالنبرادة؟ هو احنا متخانق صار نتصالح هيك عادي ولكن صار شيء عادي بيمشي الحال لا انه نتخانق بس لا في اكيد في حدا بيجي اول شيء ببلش الكونفرسيشن اذا هذا الانسان حيكون حدا حيكون انا إذا لازم يكون حدا حيكون أنا مستحيل يكون لا هي ولا أنا إيه أنا طب مين بصلح أنت؟ أنا هون اللطيفة وين مرة سويتها؟ وين مرة سويتي؟ طب كيف تجربوا تحكوا مع بعض؟ أنا ما فهمت ولا كان صار شيء فجأة طب مين تيناتكم بنفس الوقت؟ يعني تخانقوا يعني كل ما تشيل شعر بعض وتخانقين عادي بروح الحمام بطلع روان يلعب روان يلعب بس في طريقة هيك بتلاقوها إنه هيك بدي طر الأجواء خليني أقول هيدا الشيء خليني أجيب لها الشوكليت اللي بتحبه لا خليني مشان هيك مسروقة من الثلاجة إذا حدا أخدك شيء أنت حاطتيه بالثلاجة شو بتعملي؟ تبكي عنجد تبكي بتبكي والله ما ببكي لما بتكون خلص أنا بزعل يعني بكون جايبة 10 حبات مش بحبها إلك يعني بكون جايبة 10 حبات مش بحبها قبل كم يوم طلعت على كان عندي فوتوشوت رجعت ما لقيت أي حبة منها ولا حبة طب ليش؟ ولا حبة لازم الواحد يكتب الله يعلم هلا مين أخذها لازم الواحد يكتب اسمه على الموضوع لو إيش رح يتاخذ طيب حابة أسألكم هلا كان عندي سؤال بس نسيته ذكروني بتقدروا تقولوا لي افكاري اوكي صرنا مسلسل لا هلا عن جد بدي احكي بدي بتعرفوا في هيدا اللعبه بيلعبوها كمان على تيك توك اللي هو بنقول مين عصبي اكثر مين يعني مين كل واحد يلا مين كل واحد مين عصبي اكثر مين حنون اكثر ولا تكوني حقيقيه شو ولا وحده اثنين حقيقيه من خيال اثنيناتكم مهما نكون لا اوكي انا حنونه مش هو بس من برا شو بس من برا انا جوا برا باختصار لا عن جد نكون واقعي من شوفي انا حنونه من جوا بس من برا لا هي مع انه انا بشوفك بالعكس انت مبينه الحنونه من برا وهي اللي مبينه لانه القاسي من برا انا التنين انا برا شوفي هسه هي من جوا هي من جوا قاسي من برا مبين حنونه اوكي انا من جوا انا من جوا احن انسان بالعالم عن جد والله انا كثير حنونه اساليها من جوا برا قاسي شوي ما بتتفقوا على هذا الموضوع مين حنون اكثر كل حنونين السما ولا حد طيب قبل سالتكم مين بصالح اول ولا وحده منكم مين بياكل اكثر انا كمان انا هو احنا الاثنين انا بزعت لاجت خمس مرات ما بلاقي شيء برجع انا عارفه مش بحب الاكل اذا ما في اكل ليش ما في اكل بتحبي اكثر السويت ام ساور بوث طيب مين بمشكله اكثر شو هي يعني بتحبوا تعملوا مشاكل مين بحب يعمل مشاكل اكثر اثنين عم سوري عم طلع على تليفوني عم شوف اذا عم يصلني شيء سؤال لكم مثلا اثنيناتكم مين غنوجة بابا انا عشان غنوجة دلوعة بابا اكيد مين دلوعة بس كل واحدة بشوف حالها هي هي بتحب تدلع اكثر بس هسه انا على بابا ومين دلوعة ماما هي على ماما انا على بابا صح انا دلوعت ايلا بس لا على مين انت على مين مثلا اذا هاي بتروحي على بروح ادلع عن مين ايه مين بيعمل لك اللي بدك اياه اكثر ماما بابا.
بابا كمان. بابا وماما، ماما بتعمل لي الاكل بحبه كل شيء بدي اياه. لما يجي موضوع ماديا ايه ماديا وبالالعاب بروح عند بابا. بابا لا انا عند بابا، عند بابا على طول. ايوه بس لو في مشكله او شيء بنروح لماما. ايه طبعا لحتى هي تحكي بابا ويضبط حل الموضوع. طيب مين هيدا سؤال هلا اتذكرت. تمام. بتتخانقوا على تيب بعضكم؟ بس اليوم هي لابس بلوزتي وانتي دغري وانتي بدك تعمل مشكله لابسيتها بشرحها لا حتى ما تفضحيها ولا انت لابسه بلوزتي. لا هلا احنا اذا انا لبست منها بس من مثلا تخيلي انت تجيبي قطعه جديده. انتوا نفس القياس صح تقريبا؟ نفس القياس. مثلا تخيلي شو اسمه خلي جيب قطعة جديدة هاي اليوم ما حد يلبسها، كيف حتصير الموضوع؟ كيف رح هاي؟ لازم أنا أتطور فيها أول. لازم أول شيء أنت تلبسيها. لازم أنا، لأن إذا أنت لبستيها أول حتكون إلك. ليش لبس أشياء ريان؟ بس هيدا الشيء هيدا التوأم تبعك يعني. كيف كيف اليوم اليوم هو هيك مثلا إذا أنا لبس شيء من ريان ليش لابس لبس ريان؟ هيك حتكون عبارة عن كومنتات. إذا هي لبست شيء منك حيكون. بس انا اذا جبت شيء عشان انه انا البس اول اعمل ستايلينج وهيك. مين انت راح بتكلم عن جد؟ ليك هلا سؤال، ما بتروح بتعملوا شوبينج سوا انتوا اثنينات؟ نعمل اليوم شوبينج كل وحده غير كل وحده ستايل شيء بس انه فيك تعملي له ستايلينج. مثلا هاي البلوزه هي حبت تلبسها مع شيء ثاني، انت لبقتيها مع شيء ثاني. بس بتتخانق يعني بتتخانق معها بتقولي لها لا بدك تشرحيها هلا ممنوع تاخذي لي تيابه. شوفي كيف لو شو اسمه مثلا لو انا بدي البس عندها بلوزه لا ما بكون عندها مود تعطيني اياها. لما هي بدها مني بلوزه حبيبتي ريان ايوه كل مره بدي تكتيك اليوم هيك صار. لا بس لبستي بس انا سمحت لك انا اليوم مودي كان كويس بس بدك تخرجي حبيبتي ريان I love you كتير. أنا بأخذ هاي وانتي خذي اللي بدك إياه. طيب هلا شفتي هي بتبين أنجل من برا بس شكلها من جوا بتلعب ألعاب عليك. أنا تعملوا مقالب ببعض كتير كتير معالبنا يعني غير الفيديوهات طبعا والكونتنت دول إيش جواتي بدون فيديوهات. أيوة تمام.